السلام عليكم، معاكم سارة محمد سلامة ليفل 4 جرادويتد السنة دي 2017، قسم اي تي اساسي اي اس فرعي. المفروض ان انا جاي اتكلم معاكم النهارده في حاجات بسيطة كده عن قسم اي تي، واديكم شوية نصايح عن الموضوع. فنبتدي كده بكام سؤال كده اجاوب عليهم، وبعد كده اقول لكم تيبس صغيرة في الاخر، وربنا معاكم بقى. مش اول سؤال هو ممكن تدينا نبذة باختصار عن قسم اي تي؟ طيب باختصار كده، قسم اي تي يعتبر القسم المسؤول عن 3 حاجات، اللي هم ايه؟ النتوركينج والسيكيورتي سوا، والروبوتكس، وممكن نقول شويه المالتي ميديا والجرافيكس. تمام. الميزه في القسم دوت ان هو بيديك 3 مجالات من كذا ماده. اي نعم، انت هتكون واخد الهيدلاين بس انت من خلال السيلف ستادي بتاعتك تقدر تظبطهم وان انت تكمل فيهم كويس جدا. تمام. القسم ده كمان بيعرفك شويه الهاردوير بتاع الجهاز بتاعك، يعني مثلا انت بتستخدم انتل ولا بتستخدم ايه بالظبط، بيعرفك الهاردوير بتاعك متقسم ازاي وشغل عامل ازاي. هتختاره اساسي امتى؟ في حاله ان انت ميال اكتر للنتوركينج او الروبوتكس او السكيورتي. تمام. هو ساعتها هيكون مفيد جدا ليك. اي نعم، هو هيكون بس يعتبر كبدايه، لكن البدايه دي هتكون يعني ستيب كويسه ان انت تعملها من وانت في الكليه، ما تستناش لحد ما تتخرج، او ما تستناش ان انت تكون جوه الكليه بس قسم اي اس اساسي مثلا وسي اس فرعي ومستني ان انت بقى تذاكر لوحدك النتوركينج، لا مش هيكون عندك وقت اصلا. فهو بيبقى حاجه مشجعه ان انت الحاجه اللي انت بتحبها تكون برضو بتدرسها في الكليه. تمام. امتى بقى اختاره فرعي؟ انا ما بنصحش ان انت تختاره فرعي اصلا، لان القسم تقيل قوي، بيبقى فيه حفظ كتير. فانا ارشح يعني ان انت تخلي المواد القسم الفرعي تحديدا يكون اكتر اي اس، تبعد عن السي اس برضو فرعي والاي تي فرعي، الاثنين تقال قوي، فانا ما انصحش بيها. بس نفرض ان انت عايزهم، فبرضو تاخد بالك من نقطه ان هو بيبقى ميال اكتر للحفظ، فلو انت عندك الابيليتي ان انت تحفظ كتير قشطه يعني دوس فيه، بس برضو ارجع اقول لكم انا ما انصحش بيه قسم فرعي ولا هو ولا سي اس. مجالات الشغل فيه كتير، زي مثلا جزء النتورك والسيكيورتي، دول كل واحد فيهم في شغل بالهبل. تمام. المشكله الوحيده بس ان هو بيحتاج خبره كتير. طيب هحل مشكله الخبره دي ازاي؟ هنيجي مثلا لنقطه النتوركينج، في كورسات كتير كده بتتاخد وشهادات بتتاخد، زي ان هي مثلا زي المجموعه بتاعه سي سي ان اي دي، ممكن تاخدها وتاخد الشهاده بتاعتها، هتفيدك جدا جدا في الشغل. تمام. اما بقى مجال الروبوتكس، طيب دلوقتي في موجود في مصر من اشهر المؤسسات اللي بتوفر موضوع الروبوتكس، هي فاب لاب. هم كمان متساعدين، يعني بيساعدوا الناس جدا وبيوفروا كل الماتيريالز اللي انتم محتاجينها. طيب كمان في مجال الروبوتكس لازم تاخد بالك من شركه كبيره جدا زي اسمها بالين. الشركه دي بتقدم كل فتره كده انترنشيب كتير، فلازم تكون متابع كده هي بتنزل الانترنشيب دي امتى علشان تقدم فيها وتستفاد منها. حتة بقى ان انت تدخل القسم دوت او ما تدخلش القسم دوت، فدي نقطة مهمة جدا عايزاكم تركزوا في حاجة فيها، الجي بي اي. الجي بي اي بتاعك هو اللي هيقولك انت هتبقى كويس في انهي قسم. يعني سي ان انت جايب جي بي اي 3 وشوية وميولك لسي اس او اي تي، قشطه دوس فيه. لكن لو انت الجي بي اي بتاعك اقل شوية، لا يعني ممكن ترضى باي اس شوية، مش ترضى بيه اي اس، قسم جميل جدا يعني، بس اللي هو علشان ما تخشش قسم تقيل عليك فيأثر على الجي بي اي اكتر. طيب نرجع بقى تاني، امتى برضو اقول ان انا مؤهل ان انا ادخل قسم اي تي؟ في حاجتين كده لازم تركز فيهم. مادة نتورك وان انت كان ايه وضعك فيها؟ حبيتها ولا كرهتها؟ طيب بلاش دي، السيجنالز عامة كان ايه وضعك فيها؟ بتحبها ولا وحشة جدا؟ لان السيجنالز دي هتكمل معاك طول الفترة اللي جاية. بصوا، هي في الكلية عندنا مفيش حاجة اسمها مسمى وظيفي بتاع القسم. سي ان انت اتخرجت من سي اس، تمام، وهتشتغل في الديفلوبمنت، انت اسمك جافا ديفلوبر او بي اتش بي ديفلوبر او باك اند ديفلوبر او فرونت اند ديفلوبر. تمام. فهي مفيهاش مسمى وظيفي معين للقسم، بيبقى مجموعة حاجات. بس ممكن نقول ان قسم اي تي بيبقى اكتر نتورك انجينيرينج مثلا، فنقول انت نتورك انجينير، او ممكن نقول ان انت سكيورتي انجينير او روبوتكس انجينير. فهي كذا حاجه، كل حاجه فيها ليها علاقه بالمجال بتاعها. كمان ممكن نقول انت شويه بيبقى واخد للجرافيك ديزاين، فانت جرافيك ديزاينر محترم مثلا كده. انا من رايي المتواضع جدا يعني اهم المواد اللي انت هتدرسها في الكليه وهتميزك في سوق العمل هي مواد سوفت وير انجينيرنج
البروجكت مانجمنت، الديسيجن سبورت سيستم. المواد دي تعتبر هي اللي بتديك الاساس اللي هتبني عليه شغلك، هي اللي بتقول لك اي بي سي في السيستم بتاع الشغل، تمام؟ غير بقى حته البروجرامنج والحاجات دي كلها. اهم حاجه دايما ان انت تكون معاك الكور. فانت ازاي اصلا يكون معاك الكور وانت مش واخد مثلا سوفت وير انجينيرنج، ماده دكتور ايمن عزت اللي احنا كلنا عارفينها وبنحبها؟ فلازم لازم تكون مركز جدا في سوفت وير انجينيرنج، لان هي دي الخطوات اللي انت هتستخدمها كمان كام سنه، كمان سنه تقريبا في مشروع التخرج بتاعك. انا السيلف ستادي بالنسبه لي هي حاجه كده مقدسه، مش محتاجه ان انا اقول فيها رايي، لا. الموضوع هنقول فيه مثال كده بسيط احاول اوصل لكم بيه فايده السيلف ستادي. طيب سين دكتور معين ايا كان هو مين قال لك اكزامبل في المحاضره وانت معرفتش ترد عليه ومعرفتش اصلا هو بيتكلم عن ايه، وبقى شكلك في المحاضره وحش جدا، انت اول حاجه هتعملها اول ما تروح انك هتجيب السؤال اللي هو قاله لك ده بالظبط وتعمل سيرش عليه وتفهم هو كان عايز ايه بالظبط منه، وتفهم يعني تفهمه كويس جدا. المعلومه اللي انت طلعت بيها من السيرش دي انت عمرك ما هتنساها. دي فايده السيلف ستادي بالنسبه لي، ان انت طول ما انت بتذاكر حاجه لوحدك انت عمرك ما هتنساها، انت هتفضل دي في دماغك وهتفضل فاكرها على طول. في ناس بتتعلم مجالات جديده بره عن مجالها خالص وتبقى ناجحه فيها، مش لازم تاخد فيها شهاده او اي حاجه يعني، تمام؟ فبرضو نركز على حتة ان الكلية مش بتديك السبجكت كله، لا، هي بتديك هيدلاين يعني من الاخر كده سطر وتقولك يلا انطلق انت بقى وكمل فيه وابدع وورينا ابداعاتك فيه. فانت لازم يكون عندك حتة السيلف ستادي دي مهمة جدا علشان تقدر ان انت تطور من نفسك وتطور من امكانياتك. لا، هي مجالات الشغل متاحة وانت هتشتغل لما تتخرج، هي ممكن تقعد شوية بس هتلاقي شغل في الاخر. زي ما قلت برضو من شويه حته النتورك انجينير والسكيورتي اناليست والنتورك والسكيورتي انجينير والروبوتكس والحاجات دي كلها، هي كلها حاجات موجوده متوفره، هي بس بتعتمد على اجتهادك انت. هل انت قادر ان انت في فتره السنتين الكليه دول تاخد شهادات كتير هتساعدك ان انت تكون اكسبيرينس، حتى لو ما عندكش سنين اكسبيرينس محدده ولا يعني مثلا هل انت قادر خلال سنتين الكليه ان انت تذاكر سي سي ام اي وسي سي ام بي عشان تكون مؤهل، وتكون طبعا واخد شهادته المكتبه في السي في عشان تكون مؤهل بعد كده ان انت تلاقي وظيفه كويسه ولا لا؟ كده كده الشغل بره كويس ومتوفر ومتاح، بس مش لازم كل حاجه تقول اسافر بره اشتغلها، لا. البلد فيها شغل كتير، مش بمدح في البلد بس يعني برضو البلد فيها شغل كتير ممكن انت تشتغله وتوفق فيه. فما تخليش كل حاجه ان انت يلا على بره يلا على بره، احنا كلنا يلا على بره بس كل حاجه في وقتها. طيب الاستفادة القصوى اللي انت تستفادها من القسم ده انت تكون عارف انت هتمشي في انهي تراك. يعني لو انت هتمشي في تراك النتوركس فانت لازم تكون عارف، تكون زي ما قلنا تركز على جزء الشهادات اللي انت هتاخدها. لو انت هتكمل في مجال السكيورتي لازم تكون عارف ومجهز برضو الشهادات اللي انت هتستخدمها في الشغل، تمام؟ سيبا انت هتكمل في مجال الجرافيك ديزاين، فانت اكيد اكيد لازم تكون مركز في ماده زي المالتي ميديا او ماده زي الجرافيك ديزاين والجرافيكس 1 والجرافيكس 2. جرافيكس 2 ما بتتفتحش، فانت لازم تكون مركز في مالتي ميديا وجرافيكس 1. ما تخليش بقى ان انت علشان مثلا في الكليه عايز تلعب شويه فتنسى الاساس بتاعك، لا. خلي دايما التراك اللي انت عايز تكمل فيه واضح قدامك وتشوف الجوب ريكويرمنتس فيه ايه علشان تكون مستعد لها اول باول. بالنسبه لي دايما بشوف ان قسم اي اس ده قسم خرافي، ينفع في اي حاجه. فانت ممكن تخليه هنا قسم فرعي، ليه؟ لانه هيفيدك جدا 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 في حته البلاننج والاناليسز والحاجات دي كلها. انا بالنسبه لي قسم اي اس ده قسم روعه، اللي هو ده الاساس اللي انت تشتغل بيه. لازم تعمل اناليسز للبرودكت مثلا انت هتعمله، وبعد الاناليسز دوت تبتدي بقى خطوات البلاننج بتاعتك هتتعمل ازاي وهكذا، تمام؟ فما تستهونوش بقسم اي اس. قسم اي اس ده من الاقسام الحلوه جدا جدا في الكليه ولازم تركزوا فيها جدا، وانصح بيه جدا ان هو يكون قسم فرعي. زي ما قلت من شويه السيجنلز بالنسبه لك لازم تكون عيش، يعني انت لازم تحب ماده السيجنلز دي بقى وتقول دي تقول فيها شعر. من الاخر ماده السيجنلز تعتبر مكمله معاك في كذا حاجه تانية، هتكمل معاك شويه في الباترنز، هتاخد منها شويه معادلات، هتكمل معاك في حته الداتا كوميونيكيشن والحاجات دي كلها، وشويه في النتوركس كده. كمان النتوركس لازم تركز معاها لان هي متشعبه جدا جدا في القسم. انت عندك نتورك 1 ونتورك 2 وبعد كده نتورك سيكيورتي، فهي النتورك هنا في القسم ده تعتبر هي الاساس. وماده تانية زي المايكرو بروسيسورز برضو، دي ماده من المواد الحلوه جدا واللي انا استمتعت جدا بيها في القسم، فلازم تكون مركز عليها لو انت
سوري لو انت ناوي تكمل فيها في الروبوتكس، المادة دي هتساعدك جدا جدا في المجال بتاعنا. قسم اي تي عامة في الأساسي انت لازم هتركز طبعا على المواد الإجبارية. طيب غير الإجباري بقى المواد الاختياري، ممكن حضرتك تركز على مواد selected topics، لأن دي المواد دي بتبقى حلوة جدا ومفيدة جدا. برضه من المواد الاختيار الحلوة المايكرو بروسيسور زي ما قلت عنها من شوية، دي من المواد اللي انت عمرك ما هتندم ان انت خدتها، من المواد المفيدة جدا في الكلية، وان انت هتدخل المادة دي وهتسجلها وانت فاكر ان الدنيا صعبة وخلاص بقى الدنيا تتقفل قدامك، لا بس انت اول ما تعمل اول روبوت ليك وتلاقيه بيلف كده حواليك هتفرح بيه فرحة اللي انت بقيت اب مثلا، فاهم كده؟ اوكي، او ام يعني. فمادة زي السيلكتد، مادة زي المايكرو بروسيسور انا عمري ما ندمت ان انا خدتها. كمان مواد السيلكتد لازم تكون مركز فيها جدا، المواد دي بتعتبر مواد تقدير. مواد دكتور الخولي عامة تعتبر مواد تقدير، الدكتور محمود الخولي بيساعد دايما الطلبة بشكل كويس علشان يخلي تقديراتهم كويسة، ما بيفرقش معاه الحاجات دي، اهم حاجة ما تضايقوش الدكتور. تمام. مادة زي ايه تاني؟ مواد النتوركس برضو لازم تكون مركز فيها كده، وهادي وكوميونيكيشن تكنولوجي، المواد دي كلها من المواد المهمه اللي لازم تكون مركز فيها. اما بقى لو اي اس، فاهم حاجه اهم حاجه هتركز فيها هي الداتابيس 2، لازم تكون مسجلها، الماده دي عظيمه مع الدكاتره بتوعها برضو، دكاتره كويسين جدا. ومعاها برضو ماده ام اي اس مانجمنت ودي اس اس والبروجكت مانجمنت كاختياري كليه، فالمواد دي كلها تعتبر هتفيدك جدا، وتعتبر دي التقسيمه اللي انا كنت اصلا مسجلاها يعني. تمام. فانا كده خلصت الاسئله الموجوده عندي. هوجه بس نصيحه صغيره خالص كده للطلبه، اتمنى ان انتوا وانتوا داخلين قسم اي تي تكونوا عارفين ان القسم ده الدكاتره فيه قليلين، وعارفين ان القسم دوت يعتبر فيه شويه مشاكل كده، فانتوا عارفين وعاملين حسابكم قوي انتوا داخلين على ايه. ماشي. انا منصحش ان حد دلوقتي يدخل القسم، بس طالما انتوا خلاص داخلين وراضيين بالقسم دوت، ف لازم تشدوا حيلكم شوية وتستحملوا شوية المشاكل اللي ممكن تقابلكم. اوكي، ادارة الكلية بتحاول وبتسعى وكده، بس برضو من دلوقتي لو انتوا شايفين ان انتوا مش هتستحملوا المشاكل ومش هتستحملوا ان انتوا ممكن تقعدوا شوية علشان في مادة معينة مش هتفتح علشان الدكاترة قليلين، فخلاص لو انتوا مش هتستحملوا ده بلاش من القسم ده اصلا، تخشوا قسم تاني احسن. تمام. وانا اتمنى ليكم الخير طبعا، واتمنى ان انتوا تكونوا محققين كده، محددين التارجت اللي انتوا عايزينه دلوقتي وبعدين، وفي مشاريع التخرج تكونوا من دلوقتي حاولوا انتوا من الترم التاني تكونوا كونتوا التيم بتاع المشروع واتفقتوا مع دكتور على اللي انتوا هتعملوه من بعد المشاريع بتاعة الترم التاني يعني. واهم حاجة ما تشتغلوش مع اصحابكم في مشروع التخرج بالذات، انتوا دلوقتي بقيتوا في ليفل 3 وطالعين ليفل 4، فحتة الشغل مع الصحاب دوت كلنا عارفين ان هو ما بينجحش قوي، فربنا يوفقكم يعني. واتمنى اكون فدتكم الحبة دول، ولو في حد عنده اي اسئلة ممكن يكلمني او يكلم المسؤولين في مايندرز. اوكي، باي.